أو عند الناس بأنكم ديمقراطيون حقيقة، لأنكم تحبون لغيركم مثل ما تحبون لأنفسكم. التحيات إلينا، وهذا هو مستوى التفكير الديمقراطي، لأن الديمقراطي لابد أن يكون أمين، والذي يوصل الأمانة ويعبر عن احترامه للرأي الآخر وللموقف الآخر. بريطانيا أرجوك أن تنقل تحياتي إلى النادي الفلسطيني لشعب اليونان، ولا الألماني ولا الإنجليزي ولا كل شعوب أوروبا أو شعوب العالم تريد مثل هذا المستوى من الصداقة.